السلام عليكم، تحياتي للجميع. خالد الراشد معكم، ابو طه كندا. في شغلي بس واحد بده ينقل من بيت لبيت. قبل باسبوع حاول غير كل شيء معلومات عنك. اعطيكم مثل، يعني الهيلث كارد تبعك بتغير عنوانك، بتفوت على الاونلاين، بتحط الهيلث كارد، بتجيبه جوجل، بتحط الاسم change address، ترجع بتغير عنوان دفتر السواقة اذا انت نقلت. كمان دغري لازم تغير، لانه هذا بقولوا انه في عقاب عليها، اللي ما بيأسرع بيغير في مدة محددة. وكمان بتروح على الفاميلي دكتور بتغير عنوانك. شو كمان؟ كل شيء، انت حتى حساب البنك تبعك بتغير عنوانك، لانه كتير مهم العنوان يا جماعة. يعني قبل باسبوع من نقلة بيتك انت نقل كل شيء من اللابتوب او من تليفونك. شغلة جدا جدا سهلة، ما بدها كيمياء. شانج ادرس، وبتحط البوستال كود الجديد اللي هو صندوق بريد، عشان يوصلك كل شيء على العنوان الجديد اللي حتسكن فيه. قبل باسبوع بكون فترة منيحة، فهيدي كتير كتير مهمة هاي المعلومة. ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم.